انت رحتي اليوم على البيت؟ لا ما رحت على البيت. شلون يعني ما رحتي؟ متأكدة؟ معلوم معلوم ما رحت على البيت. لكن مين فتح له الباب لأخير سلام لما اجي يسأل عني؟ وأنا شو بده يعرفني بالله؟ لك شلون شو بده يعرفه؟ هدية لا تجننيني. أخير سلام قال لي إنه اجي سأل عني وفتحتي له الباب، فشو كنت عم تساوي بالبيت؟ شو بدي أساوي يعني؟ عم تشك فيني؟ أيوه هذا اللي ناقص والله. عم تتهمني بأجدب بيت رسلان؟ إيه أنا بواحد من بيت رسلان عم أقول يا رب الخلاص، ناقصة تتهمني فيه الثاني. يا عيب الشوم عليك بس يا هلال، يا عيب الشوم. هاي شوارب إنها تعب وشوم. رجال والله، جاية عم تحكي مع مرتك هذا الحكي. لكن أنت هيك عم تحكي مع جوزي؟ والله لأخرك أشرب من دمك، إذا ما بتحكي لي شو كنت عم تعمي بالبيت يا عاطلة؟ لك عم تغرقني يخرب بيتك، واحد عم يكمي. أمي بوسي لك ما عم بدي إياه، ما عم بدي إياه. طولي بالك، تقبريني طولي بالك. ما عم تطول بالي، ما عم بدي طول بالي، هيك قلتلي تطول خلايا، قلتلي تطول خلايا. طولي بالك تقبريني، هلا أبوك إلا ما يلاقي حل، الله يرضى عليكي. أهلين عمي هلال، ليش واقف عندك؟ تفضل. لا أهلين ولا سهلين عمي أبو فيصل. خير عمي؟ شو صاير؟ شو صاير؟ هاي بنتك هدية علت صوتها علي وهون بنص الحارة. أنا يحرم علي يفوتوا لهذا البيت. إن شاء الله خلصني منها بوسيدة. ضربني بالدليس قدام كل الخلايا يا أبي، ضربني بالدليس فرجع علي كل العالم. أنت عليتي صوتك بوشي قدام الباب؟ ردي، عم قل لك عليتي صوتك بوشي قدام الباب مشان اعرف اتصرف. سوتي وشي يا بنت الكلب.